بعض الناس ينصح من أراد الزواج فيقول له لا تنجب الولد من بداية الحياة الزوجية حتى تتحسن حالتك المادية بعد سنوات، يقول ما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ هذا من جنس قول المشركين أن الأولاد يضيقون الرزق وأنهم يقتلونهم خشية الفقر، وهذا يحذر من الأولاد خشية الفقر. توكل على الله، واللي يخلق النفس يرزقها، رزقها على الله سبحانه وتعالى. نعم، يحسن الظن بالله. نعم.